نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية لتسليم المفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل مساعدات عينية ومشروعات صغيرة، وذلك في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة للتأهيل بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة، هنساعده يبدأ من جديد وبكل حب احنا معاه. هنا بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون مساعدات عينية من أجهزة كهربائية ومواد غذائية ومشروعات صغيرة قدمتها وزارة الداخلية للمفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في إطار المنظومة العقابية الحديثة التي تهتم بالنزلاء عقب الإفراج عنهم وتلبي متطلبات واحتياجات أسر النزلاء. هنأهله وناخد بإيده نعلمه صنعة تفيده تبقى لي طوق النجاة. الحقيقة شيء يفرح بالإضافة للمشروعات الصغيرة اللي قدمت للأسر النزلاء السابقين اللي بتفتح لهم طاقة أمل وطاقة عمل جديدة. شفنا النهاردة حاجة مشرفة وباين يعني في كل المجالات والاهتمام بالنزلة وتنميتهم وثقافتهم وتقديم اليد العليا لهم لإعادة تأهيلهم والانخراط في المجتمع مرة أخرى، حاجة مشرفة بجد يعني. فرصة تم إتاحتها للمفرج عنهم بمساعدتهم لإنشاء مشروعات صغيرة ليتمكنوا من التكسب من ورائها لمواجهة أعباء الحياة اليومية. وحاول أن أقف على رجلي تاني وأرجع أبدأ مستقبل نفسه حياتي مستقبل جديد. بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وقفته معنا وان هو بيساعدنا وان هو بيخلينا حاجه في المستقبل او حاجه في البلد. كده هستلم النهارده عربيه اعمل عليها اكل وعيش منها وابدا حياه جديده. بالانسانيه والامل وبالاراده والعمل والحب بيني. وقد حرص قطاع الحماية المجتمعية على تنظيم احتفالية لتسليم هذه المساعدات التي تتسم بالدورية والاستمرارية، وهو ما أشاد به المفرج عنهم وأسر النزلاء. الناس كلها واقفة جنبه بيقولوا لي أنت عايزة إيه؟ ووعدوني طبعاً إن عايزة مشروع، قالوا لي هنعمله لك. كنت كاتبة قبل كده على مكنة خياطة جوالي، ودلوقتي كنت كاتبة على جهاز جوالي. كل شهر خد بالك يدينا مساعدات وعلى دخول المدارس، وخد بالك لبس الاولاد وشنطه كتب واي حاجه محتاجينها بنلجا ليهم وهم ما بيتاخروش عننا. الاحتفاليه شهدت فقرات موسيقيه وغنائيه قدمها نزلاء مركز الاصلاح والتاهيل وادي النطرون تعكس نجاح البرامج المتخصصه لاثقال مهاراتهم الفنيه والتي يشرف عليها مختصون في هذا المجال. كنت بمارس مهنة الإنشاد الديني وجيت هنا نمى معايا المهنة. بطلع كل يوم بعمل بروفات وفي دكتور بيجينا نستفاد برضو منه حاجة. وتحرص وزارة الداخلية على إتاحة فرص عمل للمفرج عنهم في المشروعات الزراعية والداجنة والحيوانية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ليتمكنوا من تلبية متطلباتهم الحياتية ومواصلة الحياة بصورة كريمة، ما يساعدهم على الاندماج السريع في المجتمع. المنظومة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية تعتمد على برامج إصلاحية متطورة أعدها خبراء ومختصون لإعداد وتأهيل النزلاء للانخراط في المجتمع. كذا تمتد الرعاية إلى المفرج عنهم وأسر النزلاء بتوفير احتياجاتهم ومساندتهم لإقامة المشروعات، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر مؤخراً. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.